بسم الله الواحد امين. تحل علينا نعمه ورحمه وبركه من الان والى ظهر الدهور كلها امين. لقد صرفنا الظروف الحاضره ان نعدل موعد اجتماعنا لأننا لم نشأ أن نحرم من كلمة الله خاصة في هذه الظروف التي يحس الإنسان فيها أنه أحوج ما يكون إلى التماس المعونة من السماء. وأحوج ما يكون إلى التماس الأمان في شخص الله وإلى سلامه الكامل الذي يطمئن قلبه وفؤاده. ونحن إذ نفعل ذلك نرفع قلوبنا إلى الله أن يبدد هذه الأسباب ويزيل هذه الغمة عن نفوسنا. ويعم بسلامه على بلادنا وعلى العالم أجمع. وأن يهب النصر لجيشنا ولبلادنا وأن يسدد خطى رئيسنا ويهبه حكمة من لدنه في كل تصرف ويعطيه التوفيق في كل ما تمتد إليه يده. وأن يملأ قلوب أبنائنا وإخوتنا من الجنود الذين يحاربون نيابة عنا يتقدمون صفوفنا يملأ قلوبهم شجاعة وقوة وإيمانا وسلاما. وهو الذي وعدنا أنه قد أحصى شعور رؤوسنا وأن واحدة منها لا تسقط إلا بإذنه. نسأله أن يحفظ بلادنا ويحفظ جنودنا وأولادنا وإخوتنا وأن يكمل بالنصر كل خطوة من أجل مجد ورفاهية بلادنا. ولقد اضطررنا اضطرارا كما قلت لكم أن نقدم موعد الاجتماع هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن نضغط مدته فتصبح ساعة واحدة عوض ساعة ونصف. ولذلك سوف لا يكون هناك محل للأسئلة والإجابة عليه، غير أن هناك سؤال استرعى انتباهي يقول إذاعة لندن أن البابا شنودة الثالث قد قدم طلبا للتصور بالقوات المسلحة للصفوف الأولى، وما هو الزي الذي سيلبسه نيافته وما هي صحة أو ما هو صحة هذا الخبر؟ أنا ما أود أن أقوله كرد على هذا التساؤل، أنا لا أؤيده ولا أنفيه، ولكني أود أن أقول لكم أن الرسالة التي نؤديها نحن ويؤديها قداسة البابا شنودة الثالث في تقوية الجبهة الداخلية وفي رفع إيمان
أبناء هذا الوطن من المسيحيين، وفي تثبيتهم وإدخال الطمأنينة على نفوسهم عمل لا يقل بحال من الأحوال عن العمل الذي يعمله الجندي الذي يحارب في الصفوف الأولى. فنحن جميعا جنود في هذه المعركة الدائرة، ولكن لكل واحد منا عمله. فنحن كرجال دين عملنا عمل روحي بحت، نصلي لكي يهب الرب النصر لبلادنا ولجيشنا، ونحن في بلد مؤمن يؤمن بالصلاة ويؤمن بالروحيات ويؤمن بهذه المفاهيم الدينية. فليس عمل البابا شنودة الثالث الذي يعمله وهو في مقر كرسيه البابوي لأقل من العمل الذي يؤديه جندي رابط بين صفوف المقاتلين. لقد انتهينا في الأسبوع الماضي من سفر التكوين، أو أنا قد حسبت أننا قد انتهينا، ولكني وجدت أن هناك أمرا يكمل دراستنا لهذا السفر. نحن نعلم أن الكتاب المقدس كله يؤلف وحدة واحدة لا تتجزأ. الذي كتب الكتاب هو روح الله بصرف النظر عن شخصية الكتاب. هذه هي نظرية الوحي المسيحية كما يقول الرسول، لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، ولكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ويقول معلمنا بولس كل الكتاب هو موحى به من الله. والكتاب منسجم أشد ما يكون الانسجام، يبدأ في بداياته بسفر التكوين الذي يتحدث عن الخليقة، وينتهي بسفر الرؤية الذي يتحدث عن نهاية العالم وعن العالم الأرض. ولذلك إتماما للفائدة قصدت أن أقدم لكم الاقتباسات التي اقتبسها كتبة العهد الجديد من سفر التكوين. وعاوز هنا اقول يعني افرق بين حاجتين، بين الاقتباس والاستشهاد. الاستشهاد ان الانسان ياخذ نصا بحرفه وينسبه لقائله دون ما تغيير، على نحو ما فعل القديس متى الانجيلي، يقول ايه في متى 2:7 لكي يتم ما قيل بارمياء النبي القائل صوت سمع في الرامه الى اخره، لكي يتم ما قيل بارمياء النبي القائل صوت سمع في الرامه. ده استشهاد، انا استشهدت بقول او بآية او بعبارة واثبتها الى قائل، ده الاستشهاد. اما الاقتباس فان الكاتب الذي يقتبس ليس مضطرا ان يأتي بنفس الكلام او ان يسرده الى قائله او الى كاتبه او الى الموضع الذي قيل فيه، مش مضطر.
انا هقول لكم دلوقتي طبعا انا عارف الحاجات اللي بتتسجل عشان الفائدة حينما يأتي الوقت اللي احنا نطبع فيها الدراسة بتاعتنا عن سفر التكوين تبقى الحاجة دي كلها كاملة. هجيب الآية اللي جت في سفر التكوين والاستباق الذي أتى بخصوصها في العهد الجديد لكي نعلم أن الكتاب كله وحدة واحدة. سفر التكوين الذي كتب قبل العهد الجديد بآلاف السنين يؤلف وحدة واحدة مع العهد الجديد، هو شيء واحد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض. أي آية سفر التكوين يعني سفر التكوين واحد الصح واحد عدد واحد بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. معلمنا بولس الرسول أورد أو اقتبس من هذه الآية في العبرانيين 11:3 يقول بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. في تكوين 1:27 يقول فخلق الله الإنسان على صورته ذكرا وأنثى خلقهم. السيد المسيح نفسه له المجد في متى 19:4 يقول فأجاب اللي هو الرب يسوع وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. وفي تكوين 2:2 يقول وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. قديس بولس الرسالة العبرانيين 4:4 يقول كده لأنه قال في موضع عن السابع هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. سفر التكوين 2:7 يقول وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا. قديس بولس في الرسالة الأولى إلى كورنثوس 15:45 يقول كده هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حيا وآدم الأخير روحا محيا. في تكوين 3:4 فقالت الحية للمرأة لن تموت. النقاش اللي جاه بين الشيطان الذي كان يتكلم في الحية وبين الحية قالت لها أحقا قال الله لكما لا تأكلان من الشجرة؟ قالت لها آه لأننا يوم ناكل من الشجرة موتا نموت. فالحية قالت للمرأة لن تموت. العبارة دي هي الأكثر منها القديس بولس الرسول في الرسالة الثانية لكورنثوس 11:3 يقول كده أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. وفي تكوين 3:6 يقول فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر فأخذت من ثمرها وأكلت. والقديس بولس في الرسالة الأولى إلى تلميذ الأسقف تيموثاوس 2:14 يقول آدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدد. وفي سفر التكوين 4:4 يقول وقدم هابيل أيضا من أبصار غنمه ومن ثنائها فنظر الرب إلى هابيل وقربانه.
والقديس بولس في الرسالة إلى الإبرانيين إصحاح 11 عدد 4 يقتبس هذا المعنى ويقول: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، اجتهد الله لقرابين. واخدين بالكم؟ وفي تكوين 4 عدد 8 برضو بيتكلم لسه عن حادث مقتل او قيام قايين على اخيه هابيل وقتله، يقول: قايين قام على هابيل اخيه وقتله. والقديس يوحنا الحبيب في رسالته الاولى اصحاح 3 عدد 12 يقول: ليس كما كان قايين من الشرير وذبح اخاه. وفي تكوين 5 عدد 24 يقول: وصار بالسين صار وصار اخلوق مع الله ولم يوجد لان الله اخذه. والقديس بولس يحتبس المعنى ده في الرساله العبرانيين اصحاح 11 عدد 5 يقول: بالايمان نقل اخلوق لكي لا يرى الموت ولم يوجد لان الله نقله. وفي تكوين 6 عدد 12 بيتكلم عن الفتره بتاعه الطوفان والفساد الذي حل بالبشر، يقول: وراء الله الارض فاذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. والقديس بطرس في الرسالة الأولى إصحاح 3 عدد 20 يقتبس هذا المعنى ويقول: إذ عصت قديما، يقصد كان بيتكلم عن أرواح التي في السجن، يعني أرواح اللي في الجحيم، إذ عصت قديما حين كانت أناف الله تنتظر مرة في أيام نوح. وفيما يختص بنوح جاء في سفر التكوين إصحاح 6 عدد 14 ما قاله الله لنوح: اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر. قديس بولس في العبرانيين 11 عدد 7 يقول: بالإيمان نوح خاف فبنى فلكا لخلاص بيته. في الإصحاح 12 من سفر التكوين والعدد الأول في بداية دعوة الله لإبراهيم يقول: وقال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريد. معلمنا بولس الرسول في الرسالة العبرانيين 11 عدد 8 يقول: بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين. وطبعا الجزء ده برضه جه في الإصحاح 7 من سفر الأعمال في الخطاب بتاع استفانوس، هتكلم عنه في الآخر. وفي تكوين 12 عدد 3 قال الله لإبراهيم: وستبارك فيك جميع قبائل الأرض. نفس المعنى أورده القديس بطرس لليهود وقاله لليهود في رواق سليمان بعد شفاء المقعد من بطن أمه الذي كان يجلس عند باب الهيكل الجميل. قال لهم: أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: وبنفسك فتبارك جميع قبائل الأرض. ونفس المعنى أورده معلمنا بولس في الرسالة إلى غلاطيا إصحاح 3 عدد 8. في
في تكوين 14 عدد 18 يقول: وملكي صادق ملك شالون أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه. والقديس بولس في الرسالة العبرانيين إصحاح 7 عدد 1 يقتبس هذا المعنى ويقول: لأن ملكي صادق هذا ملك شالون كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كثرة الملوك وباركه. وفي الإصحاح 15 العدد 6 من سفر التكوين في الحديث عن إبراهيم يقول: فآمن أي إبراهيم بالرب فحسبه له برا. نفس المعنى تقريبا باللفظ. يقول: لأن المعلمنا دول في الرسالة الرومية إصحاح 4 عدد 3 وفي يعقوب 2 عدد 23 يقول: لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له بر. في إصحاح 17 عدد 7 من سفر التكوين يقول الله لإبراهيم: وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك. يقتبس القديس بولس هذا المعنى في الرسالة إلى غلاطيا إصحاح 3 عدد 6 عدد 16 ويقول: وأما المواعيد فقيلت في إبراهيم وفي نسله. في إصحاح 18 عدد 12 من سفر التكوين بيتكلم عن سارة يقول: فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد سار. المهم في كلمة سيدي. القديس بطرس في الرسالة الأولى إصحاح 3 عدد 6 يقول كما ينصح النساء ويقول: كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدا. وفي إصحاح 19 عدد 25 من التكوين في الموقف بتاع سدوم وعمورة وحرقهم يقول: وقلب أي الله وقلب تلك المدن وكل الدائرة دائرة المدن وجميع سكان المدن. والقديس بطرس في رسالته الثانية إصحاح 2 عدد 6 يقول: وإذا رمد رمد يعني حولهم إلى رماد وإذا رمد مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبرة للعتيدين أن يهجروا. وفي تكوين 19 على 26 بيتكلم عن امرأة لوط التي صارت عمودا ملحا بينما كانت تغادر سدوم حينما نظرت إلى ورائه. يقول: ونظرت امرأته اللي هو امرأة لوط من ورائه فصارت عمودا ملحا. والسيد المسيح نفسه له المجد في لوقا 17 عدد 31 و32 وهو بيتكلم عن الأزمنة الأخيرة يقول: والذي في الحقل كذلك لا يرجع إلى الوراء اذكروا امرأة لوط. وفي تكوين 21 من 10 إلى 12 يقول: فقالت سارة لإبراهيم: اطرد هذه الجارية اللي هي هذا وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقال الله لإبراهيم: في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. اقتبس معلمنا بولس الرسول هذا المعنى
في رسالته إلى كنيسة غلاطيا الصفحة 34 ويقول: لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. وفي إصحاح 22 عدد 2 فقال أي فقال الله لإبراهيم: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال التي أقول لك. ومعلمنا بولس العبرانيين 11 عدد 17 وكذلك يعقوب في 2:21 يقول: بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرد، قدم الذي قبل المواعيد وحيد. وفي تكوين 25 عدد 23 يتكلم عن رفقة زوجة إسحاق، فقال لها الرب: في بطنك أمتان وكبير يستعبد لصغير. نفس هذا المعنى اقتبسه معلمنا بولس في رسالته إلى رومية إصحاح 6 عدد 12 يقول: لأنهما اللي هو يعقوب وعيسى وهما لم يولدا بعد قيل لها اللي هي رفقة إن الكبير يستعبد للصغير. وفي إصحاح 25 عدد 33 من سفر التكوين فقال يعقوب لعيسى: احلف لي اليوم. فحلف له فباع بخوريته ليعقوب. ساعة أكلة العشر لما جاء جعان وقال له: عاوز تاكل عشر؟ تباع لي البخورية بتاعتك وتحلف. معلمنا بولس الإبراني إصحاح 12 على 16 يقول: لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا سعيش الذي لاجل اكله واحده باع بصوريته. وفي اصحاح 48 ايه 15 و16 من سفر التكوين يقول: وبارك اي يعقوب وبارك يعقوب يوسف وقال: الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين. قديس بولس يقتبس المعنى في عبرانيين 11 عدد 21 ويقول: بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف. وفي الإصحاح الأخير إصحاح 50 من سفر التكوين عدد 24 و25 يقول هكذا: وقال يوسف لإخوته: أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض فتصعدون عظامي من هنا. ويقتبس معلمنا بولس المعنى في رسالته إلى العبرانيين إصحاح 11 على 22 يقول: بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. ده بالإضافة إلى إصحاح بأكمله هو الإصحاح 7 من سفر أعمال الرسل، بينما كان يحاد استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء عن نفسه أمام مجمع السنهدرين وأمام مجمع الليبرتينيين، في هذا الإصحاح أورد إشارات كثيرة إلى أحداث وشخصيات من سفر التكوين. أردت بهذا أيها الإخوة أن احنا نشوف إزاي الكتاب مترابط والكتاب لا يفهم إلا مع بعض. ليس هو كتابان
ولكنه كتاب واحد، كل آية تكمل الأخرى، وكل قول يفسر الآخر. ولذلك قال رب المجد: لم ما جئت لأنقض بل لأخرج. واليوم نبدأ في دراسة جديدة، نبدأ في دراسة سفر الخروج. ودراسة في سفر الخروج بالغة الأهمية، بالغة الأهمية. سفر الخروج من نفس الاسم بتاعه الخروج، يعني في حاجة خرجت. هذا السفر يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، ولذلك حمل هذه التسمية سفر الخروج. التسمية دي هي ليس لها وجود في النص العبراني، العبراني يعني بتاع اليهود باللغة بتاعتهم، ولكنه ورد هكذا في الترجمة اليونانية للعهد القديم التي نسميها الترجمة السبعينية. كانت عادة اليهود انهم يسموا السفر بأول كلمة او بأوائل الكلمات اللي في السفر ده. فمثلا سفر الخروج كانوا بيسموه بيسمى في العبراني ذئلين ثموت، انما زي ما قلت لكم في الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية للكتاب المقدس العهد القديم سمي هذا السفر سفر الخروج، لأنه يتحدث عن خروج الشعب من مصر. أنا بقول لكم إن السفر ده هو بالغ الأهمية، ولعل موضوعه أهم بكثير من موضوع سفر التكوين. في سفر التكوين إحنا شفنا عظمة الله، عظمة الله الخالق وألوهته في الخلق. شفنا حاجة مهمة خالص في سفر التكوين: ماذا تفعله الخطية؟ وما تلحقه الخطية بصاحبها أو بأصحابها من خراب ودمار وتأديب وعقوبة. يعني شفنا الحكاية دي هي من الأول، ولسه أبوينا الأولين آدم وحواء في الجنة بسبب الخطية والعصيان اضطربوا هما الاثنين، وما زلنا نعاني حتى الآن بسبب الخطية الأولى. الرسول بولس يقول كده: كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. خلاص بسبب الخطية بتاعت آدم وحواء إحنا كلنا اعتبرنا خطاة، وأصبحنا بنولد بخطية بنسميها الخطية الجدية أو الخطية الأصلية. وعشان كده بيقول داود: بالاسم حضل بي وبالخطية ولدتني أمي. فالخطية نوعان: خطية جدية، جدية نسبة إلى الجد الأكبر بتاع الجنس البشري اللي هو آدم، هذه الخطية الموروثة، وخطية فعلية اللي هي الخطية الإنسان يعملها بإرادته. فشفنا ماذا تفعله الخطية في سفر في الجنة مثلا بالنسبة لآدم وحواء، شفنا ماذا تفعله الخطية في يوم الطوفان. الله أهلك العالم القديم واستبقى نوحا ومعه سبعة من أفراد أسرته. شفنا ماذا تفعله الخطية في بابل حينما
بدأوا يبنون برجا يصعد إلى السماء وهناك بلبل الله ألسنتهم. شفنا ما تفعل الخطية في سدوم وعمورة إذ أنزل الله نارا وكبريتا من السماء ومحى المدينتين ومن فيهما. الحاجة البارزة في سفر التكوين قوة الله الخلق الإلوهة. ماذا تفعله الخطية؟ الخطية بتعمل ايه وبتجيب ايه على الإنسان؟ ثم ايضا شاهدنا في اثناء دراستنا لسفر التكوين ماذا تفعله الطاعة؟ طاعة الإنسان لله حينما أطاع إبراهيم وأطاع إسحاق وأطاع يعقوب. أما في سفر الخروج فنرى إذا كنا شفنا في سفر التكوين قوة الله في الخلق فهنا نرى قوة الله في الابتداء، قوة الله في الخلاص، قوة الله في تخليص الإنسان اللي سقط. وأن هذا الخلاص كان بالدم، ويتكلم هذا السفر اللي هو سفر الخروج. طبعا بني إسرائيل هيطلعوا من مصر زي ما هنتكلم. أنا هديكم النهاردة فكرة عامة، مش هنتكلم عن حاجة السفر. نلقي ضوءا على موضوع السفر عشان نبقى عارفين. بني إسرائيل هيطلعوا من مصر ويظلوا في البرية 40 سنة يعتني بهم الله. والحقيقة الحاجات دي كلها حاجات رمزية لينا، والرموز اللي فيها في غاية اللذة، رموز ممتعة. يعني مدة 40 سنة اللي قعدوهم في البرية دول يرمزوا أصل الأعداد في الكتاب المقدس فيها مدلولات. عدد 40 يرمز لإكتمال الشيء، الإكتمال، زي مثلا الطوفان أما يقعد 40 يوم و40 ليلة دليل على أن الله أكمل غضبه. إذا إسرائيل يقعدوا 40 سنة رمز لغربة الإنسان في الدنيا، وموسى يكون 40 يوم و40 ليلة، والسيد المسيح يكون 40 يوما و40 ليلة لأنه صام عنا. يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة. إزاي ربنا كان بيعتني بالشعب؟ وإزاي الشعب طلع والضربات دي إيه اللي خدوها؟ والبحر الأحمر ده كان يرمز إيه؟ وكيف كان الله يعود الشعب وكيف كان يقتادهم؟ كف رمزي في غاية الجمال وخروف الحسن إلى آخره. ثم هو يتكلم اللي هو سفر الخروج عن قوة الله في العتق من العبودية، كيف أنه أعتق شعبه من العبودية التي كانت لهم في مصر. هذا السفر سفر عظيم، إن كان هو سفر تاريخي لكنه أيضا سفر رمزي. يبدأ هذا السفر بالظلام، الشعب كله في عبودية يرتخ تحت أغلاله، مذلل مستعبد. وينتهي هذا السفر بالمجد حينما يظهر مجد الله في مسكنه مع شعبه في خيمة الاجتماع. في 4 حقائق روحية
نتعزى بها ونتلذذ بها ايضا في دراستنا لسفر الخروج. اول حاجه زي ما قلت فداء الله للانسان، ان السفر ده هو بيكشف فشل الانسان التام عن ان يخلص نفسه من العبوديه وحاجته الى قوه الهيه تنقذ وتخلص، وياتي هذا الخلاص بالدم المسفوح اللي هو الدم بتاع حروف الفصح كما سنتكلم. بقول لكم صوره قاسمه، صوره مدلله بالظلام وبالسواد، انسان عاجز الانين بيرتفع من كل نفس مستعبده فيظالين، وده مين اللي يخلصنا؟ هذا موسى يتسفر ويلاقي واحد من بني جنسه بيتعارك مع واحد مصري، وبعدين يجي ينضم هو لليهودي ويقتل المصري، وبعد كده ياخد دوره اسلامه ويهرب. طب عملت ايه ده عن تفقيدك البشريه دي وقوتك البشريه دي عملت ايه؟ ده موسى كان متربي في قصر فرعون، كان ابنا لابن فرعون زي ما تعرفوا وزي ما هنعرف. عمل ايه جدعان؟ حرص انما كيف خلص الشعب وكيف قاده؟ هذه هي قوة الله، ولم تكن قوة موسى ولا غير موسى. وهكذا يبدو الانسان ضعيفا، المسيح يقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، لكن نستمع الى كلمات القديس بولس وهو يقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. نقطه ثانيه يكشفها لنا هذا السفر، اذ هو يكشف عن محبه الله العظيمه لشعبه وحده عليهم ورعايته لهم رغم جحودهم وانكارهم وعنادهم. اعطاهم الشريعه، الوفاء العصر اللي اداها لموسى في لوحين من حجر. ايه قيمه الشريعه؟ الشريعه من الوصايا قيمتها انها تنير للانسان الطريق. واظن انتم عارفين الايه اللي بتقول سراج لرجل سلامه ونور لسبيل، ومعلمنا داوود في الاصحاح الكبير في المزمور الكبير 118 اللي بنصليه في صلاه نصف الليل يقول لو لم تكن شريعه كالسلاوه لهلكت حينئذ في مذله. ويقول في مزمور اخر، المزمور الاول السماوات تقدس بمجد الله، يقول ناموس رب بلاعيب يرد النفوس، شهادة الرب صادقة تعلم الأبطال، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. ثم هو أيضا يبين محبة الله لشعبه من ناحية أخرى، لأنه هو حيأمر إن هو يبني حاجة ما يسمى بخيمة الاجتماع. اجتماع مين؟ هو مجتمع مع شعبه. قال لهم انا عاوز اعيش معاكم، عاوز اعيش وسطكم، وهذا منتهى الحب الذي يمكن ان يصل اليه الفكر البشري من جهه الله، ان هو يحبنا وعاوز يبقى معانا على طول. ولعل هذا المعنى يقرب الينا الاسم الجميل اللي اختار المسيح لنفسه حينما اراد ان يتجسد زي ما بيقول النبي قديما، ويدعى اسمه عمانوئيل. وكلمه عمانوئيل معناها الله معنا،
قديما سكن الله وتستعر كان معه، والمسيح في العهد الجديد هو معنا بصورة أكثر فاعلية وأكثر وضوحا وأكثر قوة وأكثر سمو. الله معنا حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. مش بس على قد الكلمه دي، لا ده لو اثنين او ثلاثه في استراليا او اثنين او ثلاثه في الفلبين او اثنين او ثلاثه في جنوب افريقيا او اثنين او ثلاثه في القطب الشمالي او اثنين او ثلاثه في اي مكان من مجاهل الارض يجتمعوا باسم المسيح هناك يكون في وسطهم. دي الحاجات دي كانت كده بس، زي معلمنا بولس الرسول بيتكلم على العهد القديم يقول والناموس، الناموس يعني الشريعه بتاع العهد القديم، والناموس اذ كان له ذل الخيرات العتيده لا نفس صوره الاشياء. ذل، في فرق بين الذل وبين الاصل. احنا دلوقتي في الاصل، اما في العهد القديم فكانت هذه الشريعه هي مجرد ذل. يعني مش بس المسيح لما يقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم، مش بس اللي انا قلتكم عليه، ولكن المسيح ايضا بجسده وبدمه الاحدثين موجود معانا وجود دائم. هذا من الناحية العامة. أما من الناحية الدراسية فيمكن دراسة سفر التكوين تحت ثلاثة أحكام. القسم الأولاني يؤلف الـ18 إصحاح الأولانيين ويتحدث عن إذلال الشعب قديما ثم خروجه من مصر. القسم الثاني يتألف من 6 إصحاحات تحت 19-24 ويتكلم عن إعطاء الشريعة على الجميع. القسم الثالث يشمل 16 إصحاح اللي هم الباقيين من 25-40 ويتكلم عن كلمة الاجتماع وحلول الله بمجده فيها. أنا نفسي ادرسوا معايا، مش تستنوا لما تيجوا هنا وتسمعوا، ادرسوا لوحدكم سفر الخروج، لاني انا امني ان انا ادرسوا دراسه موضوعيه. انا ما نسيش كده حته عشان تتمتعوا بكل المباهج وكل البركات اللي موجوده في السفر ده. السفر ده هو زي ما قلت لكم سفر رمزي بيتكلم عن العبوديه والحريه، الحاجة اللي احنا بنشتاق اليها، العبودية الروحية والتقرب الروحي. بيتكلم عن الغربة والوصول الى اورشليم السماوية. الغربة خروج من مصر، الغربة في البرية، الوصول الى اورشليم الارضية التي هي رمز الى الخروج من قبضة الشيطان الى غربة العالم الى الوصول الى اورشليم السماوية. ارجو ان ندرس كل هذه دراسة روحية مفصلة. ثم ننتقل أخيرا اليوم إلى النقطة التطبيقية بالنسبة لي. ماذا تعني بالإضافة إلى ما ذكرنا دراسة هذا الفكر بالنسبة للشعب القديم وبالنسبة لنا الآن؟ هو يعني بالإجمال الحياة الجديدة في كل صورها. الشعب كان في حال وبقى في حال، كان في حتة وخرج الى موضع اخر،
كان في عبودية وانتقل إلى الحرية، كان يأكل الطعام المادي وصار في البرية يأكل طعام الملائكة. حياة جديدة، هذه الحياة الجديدة هي الحياة المطلوبة منا كمسيحيين. ولذلك معلمنا بولس الرسول في الرسالة الثانية إلى كورنثوس في الإصحاح الثامن والعدد 20 يقول: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فماذا تعني هذه الدراسة سواء للشعب قديما أو لنا الآن؟ أول حاجة نتكلم على أربع نقط ونمشي كتر على الله. أول نقطة يعني حياة جديدة. في سفر الحروب إصحاح 12 عدد 2 يقول الله لموسى: هذا الشهر اللي هو الشهر اللي خرجت فيه ده اللي هو شهر نيسان، نيسان اللي يوافق أبريل، هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. وهكذا أصبح شهر نيسان اللي هو أبريل كأنه بقى شهر يناير، بقى رأس السنة. لقد تميزت الحياة الجديدة ببدء تقويم جديد، إنه بداية ميلاد أمة، وينبغي أن يكون هذا المفهوم واضحا في أذهاننا من جهة خلاص أنفسنا. كان بني إسرائيل في عبودية في مصر، ثم أخرجوا من مصر، اتولدوا من جديد، اتحولوا من جديد. وهكذا الإنسان اللي بيتخلص من عبودية الخطية ومن عبودية الشر ومن عبودية الجسد ومن عبودية العالم ومن عبودية الدين، فإنه فكأنه دخل في حياة جديدة. خلاص. وحنتكلم بعدين عن موسى كرمز للمسيح، هيجي ذكر الحكاية دي بعد شوية. ثم أن هذه الدراسة بالنسبة للشعب قديما وبالنسبة لنا الآن بالذات تعني حياة جديدة وتعني حرية من نوع جديد. بعد خروج الشعب من مصر قال لهم موسى: اذكروا هذا اليوم الذي فيه خرجتم من مصر من بيت العبودية، فإنه بيد قوية أخرجكم الرب من هنا. في ناس كثير مننا وهم عايشين في حياة الخطية بيفكروا: أنا حر أعمل العرض بتاع عاوز أعمله، إنما دي حرية الجسد اللي بينهانا عنها الرسول، إن إحنا ما نكتفيش الحرية فرصة للجسد، إنما الحرية المقصودة هي حرية نفس أولاد الله. أبقى حر في دائرة الله، الروح تبقى حرة، الروح تبقى طليقة، الروح تستطيع أن تصل إلى الله. يوحنا كان مسجون وأسير في جزيرة بطمس، تلك الجزيرة المؤسسة في بحر إيجا، ولكنه أعلنت له إعلانات عن العالم العظيم. كان مقيدا من ناحية الجسد، لكنه روحه كانت حرة. وهكذا الإنسان بالمفهوم الروحي
حينما يقرره المسيح من سلطان الخطية وسلطان الجسد يتذوق الحرية الحقيقية. ونحن هنا نتذكر كلمات رب المجد الذي يفعل الخطية هو عبد للخطية، ولكن إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون عبد. بالحقيقة هنا بالحقيقة كلمة الحقيقة ذكرى حرية كاذبة. اليهود كانوا يفتخروا ويقولوا نحن ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد القصر. قال لهم أنتم مستهينين، الحرية ما هياش الحرية السياسية، والعبودية ليست العبودية السياسية ولكن العبودية الروحية أشد وأنكى من العبودية التي من نوع آخر. ثم ماذا أيها الأخوة يعني هذا السفر، دراسة سفر الخروج بالنسبة لنا وبالنسبة لشعب الله قديما؟ هو يعني من الناحية الثالثة تركة جديدة مع الله. وهذا ما يرمز إليه بالعيد، عيد الكفر أو العيد الذي كان مرتبطا بالكفر. ففي سفر الخروج إصحاح 12 عدد 14 يقول الله لشعبه: ويكون لكم هذا اليوم اللي هو اليوم بتاع ذبح خروف الصفر تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في اجيالكم تعيدونه فريضه ابديه. ايه اللي حصل؟ عيد ايه؟ ده في كم خروف بالذبح؟ وانتوا عارفين ان شاء الله يعني ما تقدم في الدراسه هنتكلم عن الذبائح بتاعت العهد القديم. الخروف ده ايه؟ ايه معناه؟ معناه بريء بيذبح نيابه عن مذنب. الخروف عمل ايه؟ امسكوا خروف بلا عيب وروحوا داخلين والدم ده هو اللي كان بيرمز بالخلاص اللي خلصتم من الملاك المذنب. خروف عمل بريء. الله ازاي حاجه اتذبحت وتألمت وصارت عيدا؟ وهكذا نحن ايها الاخوه بآلام المسيح صرنا في فرح وبقلب المسيح حينما سمرت يداه ورجلاه على الصليب، تحررت ايدينا وارجلنا التي كانت مكبله بقيود الخطيه وبأغلال الدنس والإسم. موت المسيح فرح لنا لأنه من أجل السرور الموضوع أمامه كان سرورا. احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. ولذلك فإننا في دراستنا لسفر الخروج وفي حادث خروف الفسق بالذات والعيد الذي ارتبط به نتذكر الشركة الجديدة التي لنا في شخص ربنا يسوع المسيح الذي هو فسقنا القصير. كل هذه النقاط كما ذكرت لكم حدثت في العهد القديم ولكن لها ما يقابلها في انجيل المسيح. ومعلمنا القديس لوقا وهو بيروي لنا حادث التجلي ان المسيح خد ثلاثه من تلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعدوا الى جبل عال والمسيح تغير كلمه حتى تعتدمه. وهنا ظهر معه موسى وايليا بيعملوا ايه؟ قديس لوقا بيقول تكلم امام موسى وايليا عن خروجه الذي كان عهيدا ان يكلمه في اورشليم.
كلمة خروجه تكلم عن خروجه نفس الكلمة حتى بالإنجليزي الثوري نفس الكلمة من سفر الخروج هي كلمة خروج دي نفس كلمة خروج إيه إيه الربط اللي بين الاثنين فإن يسوع المسيح هو قائد قائد خروج أعظم من موسى بما لا يقال إن كان موسى قد أخرج الشعب من مصر فإن المسيح قد أخرج العالم كله من سلطان الخطية وحرره من قبضة إبليس ودخل إلى الأحداث فوجد فداء أبدي ده مش طلعنا البرية الرمل ده دخلنا السماء تكلمنا موسى وإلي عن خروجه